حنا كحزب معارض بغينا نبداو من التقييم، لان الا ما قيمناش السنه اللي فاتت ما غيمكنناش يعني نتقدموا في السنه اللي جايه. والتقييم ديالنا القانون المالي ديال 2013 تبين بان الحكومه غير قادره باش تلتزم بما وعدت به، يعني انه استمراريه استمراريه. والدليل ان كانت مجموعه ديال الزيادات قامت بها الحكومه في سنه 2013، ولا بغيتي نسرد عليك الزيادات اللي قامت فيها بما فيها الغازوال والتزام السيد رئيس الحكومه بعدم التجاءه التجاء الحكومه للديون، التزم السيد رئيس الحكومه امام المغاربه باش ما غاديش تكون زياده في المواد الاساسيه، تفاجئنا جميع المواد زادت. واش بالكم سي عبد الرحمن بانه هذه السنه هذه جميع المواد بدون استثناء تزادت بما فيها السما، الحديد، التسجيل كان 3% دابا 4%، تم البره زادوا فيها اخوان ديالنا المسلمين، تم الكحوليات اللي يعني اللي في نظرهم هما حرام زادوا فيها، والمداخل ديالها يعني على الميزانيه ديال الدوله حلال. هاد الزيادات اللي دارت كان من المفروض نعاكس على على على, على المغاربه بواحد الشكل ايجابي، فاذا به تنتظروا تلاحظوا بان يعني الزيادات مرة أخرى في المقايصة في جميع يعني المواد، ما كاينش واحد الإرادة حقيقية ديال الحكومة من أجل إيجاد حلول حقيقية.